مرحب شهر الصوم مرحب لياليك. النهاردة حلقتنا حلقة محلقة. قلت ليالي حلوة وغالية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة بقى حلقة جامدة جدا. الله ولعبت أرسل واتبزيت الأحوال وغيرت حلقة النهاردة كلها نوستالجيا وذكريات. قولي قولي لو حب ده قولي قلبي تملي خايف لا يقاسي. حلقة جامدة جدا وخاصة جدا من القاهرة اليوم. رمضان جانا وفرحنا فشا وغنى واخبار ومسد كل حاجه. مفيش حاجه مش عندنا في القاهره اليوم. وحوي يا وحوي مرحب رمضان رمضان جنة جت من الرحمن. واخيرا ساعه البطون بتقول عقول. السجق زي ما قلنا احنا محتاجناش نحط فيه زيت طبعا ولا اي حاجه لان هو فيه جواه فات بتنزل فمحتاجناش نحط قبليه زيت ولا اي حاجه. كنت مستنياك. طعمها مختلف. اقول لك ليه مختلف. النعناع فيها نعناع وزيت الزيتون. زيت الزيتون حلوه جدا. انا بقى بصراحه انا عايشه بيه. القاهرة اليوم طيلة شهر رمضان المبارك 11:30 مساء بتوقيت السعودية. وتابعوا الإعادة في الأوقات التالية على قناة ألف اليوم HD. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.